دلوقتي مشاهدينا، امبارح كانت الحلقة 17 في مختلف المسلسلات. تعالوا مع بعض نشوف ايه الاحداث اللي حصلت ونعرف كمان التفاصيل اللي حصلت امبارح. الحلقات 17 من مسلسلات رمضان كان فيها احداث كتيرة امبارح. البداية من مسلسل الاختيار اللي جت حلقته 17 باسم أزمة السولار. بدأت الحلقة بمشهد داخل مكتب الإرشاد، وكان متواجد خيرت الشاطر ومحمود عزت، وكانوا بيتكلموا عن غضب بعض الوزراء من تدخل قيادات الإخوان في عمل الوزارات، وخاصة وزير البترول اللي علق على سفر مسؤول ملف الطاقة التابع للجماعة الإرهابية في مفاوضات البترول مع قطر. وبيتنقل المشهد لأحد المقاهي وهمسات ما بين المواطنين عن أزمة السولار وتعطيل عملهم. بعد كده بيظهر ضابط الأمن الوطني المقدم محمد مبروك أو إياد نصار خلال الأحداث، وكان مع صديقه وزميله في الجهاز زكريا يونس أو كريم عبد العزيز بعد انتهاء تقديم واجب العزاء في اللواء علي، ودار ما بين مبروك وزكريا حديث عن الإخوان ومساوئ حكمهم. الإخوان دول عمالين يغلطوا غلطات الطماع المستعجل، وكل شوية غلطاتهم تزيد لغاية ما وشهم الحقيقي هيبان. عشان كده هم مش عايزينك ولا عايزيني ولا عايزين اللواء علي، عشان وشهم الحقيقي اللي احنا عارفينه، مش القناع اللي لابسينه. هتجنن ازاي الناس بتنسى؟ تاريخهم كله قتل ودم وخيانه. مبروك. في الحلقه 17 من مسلسل العائدون قدر علاء انه يجتاز فتره الاختبار والمراقبه بين صفوف داعش، وارسل التنظيم مع علاء صديقه القديم ابو بلال علشان يصطحبوا لبيته ويكون تحت عينيه. في الوقت ده بيفتكر علاء تعليمات الضابط عمر بأنه هيكون متراقب طول الوقت، علشان كده علاء وضع اللابتوب بتاعه بطريقة معينة في الدرج، ولما جه يبص عليه مرة تانية لقى اللابتوب اتحرك من مكانه، وده دليل على أنه عناصر التنظيم بتفتش في كل حاجة بتخص علاء. وتاني يوم اصطحب أبو بلال علاء اللي أطلق على نفسه اسم أبو عمر المجاهد لوحدة الإعلام بداعش، وسلمه عمله في وحدة المونتاج. لكن علاء طلب اللابتوب الشخصي بتاعه بحجة أنه عليه برامج هتساعد في تنفيذ العمل بشكل أفضل. لكن في الحقيقة علاء عايز اللابتوب لأنه بمجرد ما هيوصل عليه الفلاشة هيقدر يبعت كل المعلومات للجهاز في مصر. إحنا ينقصنا الموهبة، اللمسة الأخيرة اللي تخلي الفيديو له أثر كبير. إن شاء الله يعني ربنا يقدرني أعمل كل اللي محتاجينه وأكتر. إن شاء الله. أنا مش هعطلك، ده الجهاز بتاعك، هتلاقي عليه المادة الفيلمية كلها. طيب هو ممكن بس بعد إذنك أسأل سؤال؟ خير إن شاء الله. أنا الجهاز بتاعي اللي معايا عليه شوية برامج ومواد هتنفعنا جدا في الشغل اللي هنعمله، هل ممكن استخدمه ولا هيبقى ممنوع؟ هو مش فكرة ممنوع، إحنا عندنا إجراءات أمن إلكتروني مشددة عشان الاختراقات. وفي الحلقة 17 من مسلسل المشوار رفضت ورد أو دينا الشربيني التصالح مع زوجها ماهر بعد لما اكتشفت خيانته ليها مع صديقتها عزة، وعزة أقنعتها إنها تيجي معاها أحد الأفراح، ووعدتها بأن زوجها ماهر مش هيكون موجود. لكن على عكس المتوقع ورد اتفاجئت بحضور ماهر اللي طلب منها إنه يتكلم معاها في موضوع بعيد عن شامل وعزة. حاول ماهر إنه يصالحها وإنها ما تسمعش كلام صديقتها اللي عايزة تخرب عليها، وعلشان كمان خاطر ابنها رحيم اللي ملوش ذنب. المهم أنا جايلك بخبر حلو، سعيد لقى مشتري الحتة اللي كنت سايبني صورتها، وأول ما باعها اشتري مكان وقتي واخدت من الناس الزبالة دول. لسه مش مصدقاني؟ فكرت تدخلني معاها امتى؟ وانا حامل في رحيم ولا بعدها؟ احنا نعيد الكلام العبيط ده تاني يا بنتي، انا مش هستحمل اكتر من كده. انا لا عبيطه ولا بقول كلام عبيط. في الحلقه 17 من مسلسل فاتن امل حربي، سيف راح علشان يشوف بناته، وفي وسط الكلام بنته الصغيره نادين قالت له ان والدتها فاتن عندها فلوس كتير وشايلاها في الدولاب، وكانت بتقصد شنطه المليون جنيه اللي اديتها لها سيده مجهوله مقابل خدمه بالشهر العقاري. وبتتنقل الأحداث للمحكمة، وبيتعهد سيف أمام القاضي إنه هيعيد مرة تانية المنقولات الزوجية اللي كان بددها، ولما رجعت فاتن لبيتها اتفاجئت بإن شنطة المليون جنيه اختفت من الدولاب.
وفي الحلقة ال17 من مسلسل الكبير قوي بدأت الأحداث بغضب جوني من هدرس بسبب تقليده في فيديوهات التيك توك، وبعدها قرر جوني تنفيذ خططه في هدرس وبيتكلم معاه على الفيسبوك باعتباره بنت معجبة بيه. بعد كده بيروح جوني لمنزل هدرس علشان يفضحه على السوشيال ميديا ويسجل فيديو علشان يجيب منه مشاهدات كتيرة، وبعدين يقرر هدرس الانتقام فبيحط صورة جوني على فيديو فيلم مافيا، وخاصة مشهد حديث عباس أبو الحسن الشرير مع أحمد السقا، علشان هدرس يبلغ أهل المزاريطة إن جوني خاين للبلد. لكن جوني بيوضح للناس حقيقة الفيديو المفبرك. إيش كان أغابش بغشن يا جافارو برابسكي بارلو أراب. كان نفسي أشتغل معك من زمان من غير وسيط. تستحقها بعد أن أثبتت ولائك. أمركم غريب أيها المصريون، تؤمنون بأشياء غريبة. إحنا ما بنؤمنش غير بربنا. لما كنا أعلم أنك متدين. الموضوع ملوش علاقة بالدين. ويت، سوف أعلمك درسا في مدرستي أنا. لا 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 يا جماعة، ساذج قروي ساذج. انت متخيل في اي حد ممكن يصدق الهبل ده؟